بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى معالجة فرض الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية لمستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط، وهذا الموضوع كذلك هو موضوع مقترح من أحد الزملاء بإحدى المؤسسات التربوية، فهو مشكور على ذلك، وهذا هو نموذج الموضوع. إذن بدون إطالة مع الوضعية الأولى، يقول: ضع الرمز المناسب في الخانة المناسبة. إذن صاحب الموضوع اقترح أن تكون الوضعية الأولى حول المادة وتحولاتها. إذن لدينا في الجدول أربع أعمدة: العمود الأول ذرة الهيدروجين، العمود الثاني ذرة الحديد، والعمود الثالث ذرة الكلور، والعمود الرابع غاز الهيدروجين. وأعطى أربع مقترحات: HCl، H2Fe، وعلى التلميذ أو على المتعلم أن يضع كل رمز في الخانة المناسبة. إذن ذرة الهيدروجين لا شك أن رمزها H، وهذا معروف لدى غالبية التلاميذ إن لم نقل كلهم. ذرة الحديد رمزها F، ذرة الحديد، معذرة، هنا أين ذرة الحديد؟ ذرة الحديد وليست الأكسجين، نعم نصحح هذا الخطأ. إذن قلنا رمز ذرة الحديد هو Fe، ثم رمز ذرة الكلور Cl، وغاز الهيدروجين هو H2. ثانيا، يتفاعل كلور الهيدروجين الذي يتكون من ذرة الكلور وذرة الهيدروجين مع الحديد لينتج كلور الحديد، وهو عبارة عن ذرة حديد وذرتي كلور بالإضافة إلى غاز الهيدروجين. المطلب الأول: حدد المواد الابتدائية والنهائية، أو حدد الأفراد الابتدائية والأفراد النهائية، ثم عبر عن التحول الحاصل بالصيغ الكيميائي. إذن فالمواد الابتدائية هي كلور الهيدروجين والحديد، هذه هي المواد الابتدائية أو الأفراد الابتدائية. الأفراد النهائية، عندما نقول الأفراد فنحن نتكلم على المستوى المجهري، عندما نقول المواد نحن نتكلم على المستوى العياني. إذن المواد النهائية هي كلور الحديد، ينتج كلور الحديد وغاز الهيدروجين. التعبير بالصيغ الكيميائية سنبدأ من اليسار إلى اليمين. إذن الصيغة الكيميائية للمواد الابتدائية وللأفراد الكيميائية هي 2HCl زائد Fe، يعطي لنا FeCl2 كلور الهيدروجين، قال ذرتين من الكلور وذرة من الحديد، زائد جزيء غاز الهيدروجين H2. هذا بالنسبة للوضعية الأولى. نمر إلى الوضعية الثانية وتتعلق بالحركة والسكون. يقول: بينما الحافلة في حالة إقلاع من المحطة، كان وليد واقف على الرصيف وهو يودع صديقيه أحمد وعلي اللذان يجلسان داخله. أكمل الجدول بوضع كلمة متحرك أو ساكن في الخانة المناسبة. إذن لدينا الأجسام والمراجع. فالأجسام لدينا أحمد، وليد، وعلي، والحافلة. المراجع: المحطة، الحافلة، أحمد. إذن فأحمد يعتبر جسم متحرك بالنسبة للمحطة، لأنه جزء من الحافلة، والحافلة في حالة حركة بالنسبة للمحطة. ثم أحمد ساكن بالنسبة للحافلة، لأن أحمد جزء من الحافلة، فإذا اعتبرنا الحافلة كمرجع فهو ساكن بالنسبة لها، لا يغير موضعه، ولا نقارن الجسم بنفسه، فهذه الخانة مظللة. ننتقل إلى وليد، فوليد ساكن بالنسبة للمحطة لأنه لا يغير موضعه بالنسبة للمحطة، ولكن وليد متحرك بالنسبة للحافلة لأن الحافلة تغير موضعها بالنسبة له، كما أن وليد متحرك كذلك بالنسبة لأحمد لأن أحمد موجود بالحافلة ويغير موضعه بالنسبة للواقف على الرصيف وهو وليد. نمر إلى الشخص الثالث، علي، فهو متحرك بالنسبة للمحطة كذلك
لأنها متواجد بالحافلة وهي تغير موضعها بالنسبة للمحطة، إلا أنه ساكن بالنسبة للحافلة لأنه لا يغير موضعه بالنسبة لها، وساكن بالنسبة لعلي لأنه لا يغير موضعه لأن كلاهما موجود بالحافلة. الحافلة متحركة بالنسبة للمحطة لأنها تبتعد وتغير موضعها، وساكنة بالنسبة لأحمد لأنه جزء منها ولا يغير موضعه بالنسبة له. أمر إلى الوضعية الثالثة، الوضعية الإدماجية. يقول: خلال العطلة الشتوية الماضية توجهت مريم رفقة عائلتها إلى حديقة الألعاب والتسلية، فوقفت أمام العجلة الكبيرة كما يوضحه الرسم المقابل، مع العلم أن العجلة تدور حول محور ثابت وقد علمنا عليها 3 نقط A B C. يقول في المطلب الأول: حدد الحالة الحركية لكل من نقاط A و B و C باعتبار مريم كمرجع. 2- ما نوع مسار كل من النقطتين B و C بالنسبة لنفس المرجع السابق أي مريم؟ ثالثا: ما هو المرجع المناسب حتى تكون النقطة C ساكنة رغم دوران العجلة؟ إذا بدون إطالة، مع الوضعية صممنا هذا الجدول لنضع فيه الأجوبة عن الأسئلة المقترحة. لنحدد الحالة الحركية لكل من النقاط A و B و C باعتبار مريم كمرجع. إذا لدينا النقاط هي A و B و C، ولدينا الحالة الحركية لهذه النقاط بالنسبة للمرجع المختار وهو الشخص الواقف أمام العجلة. إذا فالنقطة A هي ساكنة بالنسبة لمريم، لأن النقطة A هي محور العجلة وتكون ساكنة بالنسبة لمريم وحتى للعجلة العملاقة. النقطة B هي متحركة بالنسبة لمريم لأنها تدور حول أو تغير موضعها بالنسبة لمريم أثناء دوران العجلة. النقطة C كذلك متحركة، فهي تغير موضعها بمرور الزمن بالنسبة للمرجع مريم. الآن مسار النقطتين، مسار الحركة للنقطتين B و C. لماذا لم يتساءل عن النقطة A؟ لأن النقطة A قلنا ساكنة بالنسبة لهذا المرجع فليس لها مسار، أي هي في موضعها طيلة مدة الحركة. إذن فالنقطة B مسارها دائري، والنقطة C كذلك مسارها دائري، إلا أن هذين المسارين غير متماثلين، أي مسار النقطة B يكون أكبر من مسار النقطة C، لأن هذه الحركة هي حركة دورانية وليست انسحابية. ما هو المرجع المناسب حتى تكون النقطة C ساكنة رغم دوران العجلة؟ إذن لكي تبدو النقطة C ساكنة رغم دوران العجلة يجب أن يكون المرجع هو النقطة B. إذن قلنا لتكون النقطة ساكنة رغم دوران العجلة يجب أن تكون النقطة B هي المرجع. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.